شي ناس كما كنقول ديما هادشي تفرج حياته دي دوزا كيتفرج حياته دي دوزا كيكومونتي عليا كيكومونتي على واحد اخر كيكومونتي على الفيديوهات ديال شي طوموبيله لا دار كي دايره على داك خونا على ديك ختنا. علاش نقول لك الصاد راه تبارطاجي معاكم اخر ما كيبارطاجيو معايا الطب ديال المينتورز في العالم شي واحد انا المفيد الصاد راه بغيت المفيد راه عرفتي شنو كنبارطاجي راه شي سوي الزبل الفلوس عرفتي شنو كنبارطاجي هو اللي كيتقرى للشركات فهمتي في اخر ما كيتقرى تموتي في عباد الله اشنو خاص يديروا كيفاش خاص يتصرفوا راه المينتورز ديالي راه كيتخلصوا الزبل الفلوس انا مخلصوا $60,000 في العام بلس واحد البورسونتاج من الارباح ديالي ملي جيت مع المينتور ديالي العام هذا ماشي بزاف قال لي كيفاش كتعامل مع راسك الا ما احترمتيش داكشي اللي زكيتي مع راسك الدراري الواب في المغرب فين وصل راه مشى بعيد غير طاري الدق والسكوت فهمتي وخا انا مع هاد النظريه ديال الدق مع النظريه ديال الدق والسكوت وضدها ومينيموم بعدا اجي يقول للدراري بحال هكا الدراري كاينه الخدمه في الانترنت وانا راني خدام دير بحالي انا ما بقيتش كنشارك الارقام لان حتى انا عجبني النظريه ديال الدق والسكوت حاليا راه الدق تشرشي ماشي الدق تشرشي ما معلم شحال كندير اخو ما كنديرش ما يا ودي راه مالك انت باش نخلصوا الكره صافي باش بنادم يتفرق معاك اصاحبي يا ودي انا راني محنس راه ما عنديش ولا الله يحفظك اخي سيمو يقول لينا علاش كيهمكش تقول لينا سير تخدمها صاحبي اش بغيتي نقول لك لا بغينا نعرف شحال تدير مع هاد النظريه هادي هي زوينه الدق والسكوت لان فهمتي ما مزيانش تقول الارقام ديال ما مزيان فهمتي شحال هادي كنا في 2011 2012 كنت كنبارطاجي الارقام كنت كنبارطاجي الرولوفي ديال البنكا يا اخي ايوب قلت لك كتغفل في اللايف لا ما يسمح لنا هاد اللايف هذا راه يديز فهمتي يديز قبل ما نمشي الناس قلت ندير واحد اللايف راه توحش الدراري كنت كنبارطاجي الارقام لان ديك الساعه كنا مضطرين فهمتي راه انا تنقول خاصني نصنع واحد الموجه واحد الكالتر جديده لان تيبان لي هذا الفاكين شيت ديال الانترنت ماركتينغ وهاد الخدمه في الانترنت هي اللي ممكن تصوف الوضع في المغرب فهمتي لان بنادم راه محنسر واصلا ما عندوش شي مايند سيت اللي في شكل باش يصوفي راسو كاين بزاف الناس صوفوا راسو فهمتي تنعرف بنادم ما قاريش صوف راسو في ديك البلاد كاين اللي نجار صوف راسو كاين اللي سمسار صوف راسو كاين اللي بزاف ولكن كطلب واحد ليفور اللي ما عندش الناس كاملين كاين واحد ولد اوريكا كنعرفو معروف اوريكا معروف فهمتي تمشي تسولو قول ليه وقف اوريكا وقول لهم السلام الله يخليك راه هادشي قولوا لي شي عليك يبيع الفيلات هنايا راني باغي نشري فيلا دير لهم هاد الفيلم هذا اجي يقول لك علي مول الفيلات اجي لقوك به السيد ما عمر ما طلب في المدرسه ما عمر عرف شنو هي المدرسه ما عمر دات حدا باب المدرسه فهمتي يبدا من الزيرو ولد عائله فقيره دابا فتي دوفع ولكن ما يمكنش تكون بحالو يقدر انت تخبع من ورا البيسي علاه قلت شنو خدام هاد المادافاكرز ديال المغاربه خاصنا نقنتوهم ورا البيسي يقدر يصوفي راسو يصوفي عائلته ولا صوفي راسو صوفي عائلته غادي يصوفي وحدين اخرين وهاد القضيه غادي كتصوفها هكا كي جات اما انت واش ممكن تكون بحال علي لا ما غاديش تكون لانه ما عطياش لكل شيء علي كيخرج كيجري تيمشي كيتعرف على عباد الله كيدير العلاقات ما عطياش للناس كاملين فهمتي انا فهمتي ديك القضيه غير فرطها على راسي اني نولي شخص اجتماعي كنت قلتها في واحد الفيديو انا ماشي شخص اجتماعي ما كنحملش بنادم كنكره بنادم فهمتي ما تنحملش بنادم انا اش عزيز عليا المانيطه عطيني المانيطه والاكس بوكس طططططط الكور اوف ديوتي عطايا المعلم ما كاينه القنيص والنشاط وكذا ما عنديش مع الفيفا ما عنديش مع لي سبرو كنكرههم فهمتي عندي مع ريزيدنت ايفل عندي مع شي جو يكون منكش المعادله صعيبه خص تحلها ريزيدنت ايفل توم بريدر هذا هو ذا بيست اوف ذا بيست وعندك سيلنت هيل واو وات ذا فاك على سيلنت هيل جنة فهمتي كل ما كيتعنكش اللعبه كل ما كتبغي تحلها حتى هذه القطعه دي مهمه ندوي عليها حتى هي الا كنتي من الشيطان اللي عزيز عليك تلعب ريزيدنت ايفل ولا تلعب توم بريدر ولا تلعب سيلنت هيل ولا هاد الثلاثه هادو ما جاوش في راسي شي سميات اخرين الا كانوا عزيز عليك تلعب الثلاثه هادو عرف راك انت راك من الناس اللي عزيز عليهم يقدروا يحلوا المشكله كنتي من هذوك الشيطان اللي تيجلسوا كيلعب كره كاينين الشيطان بالمناسبه اللي كيلعبوا كره وكيلعبوا هاد فهمتي ما تحكرش كلشي فهمتي عندهم مع هادو علاش لان كنت كنشوف شي دراري صحابي اللي يومين هذا ما داروا والو في حياتهم ملي كنا صغار كنا كنلعبوا تنكونوا كنلعبوا فهمتي تنكونوا كنلعبوا في الطومب ريدر كنطبروا كوطا نحصلوا في شي بلاصه
كم درت نقول لهم لا لا صافي تقدر كاين تقول لا الدراري صحا تقول احيي لا صاحبي هاد الزبله هذا حيي بلا ما خسر هذا احيي تيت درنا صاحبي كره نلعب واش هاد الوز هذا انا ما فهمتش ديك الليله كنت كنبات بلا ناس ديك الليله كنت كنبات مريض تنقول الصاط كيفاش فين قمتو السيروت وعلاش ديك اللعيبه كتجي كضربنا من اللور فين كاين ممكن نهربوا راه كان خاصنا كاينه واحد اللعيبه نسينا تما نمشيو نتخبوا فيها بين ما يدوز الشوك وما هادشي قتلنا ونمشيو نكملوا الصاط فهمتي تبقى دماغك خدام نتمنى انا عارف ماشي نتمنى بزاف ديال الدراري عندهم مع هاد لي جو ولكن نتمنى الناس اللي عندهم مع هاد لي جو هادو فهمتي راه عارف راه عندك والله الا عندك مستقبل وحق الله الا عندك مستقبل عندك مع ريزيدنت ايفل ريزيدنت ايفل هو الليفل الصغير توم بريدر الليفل اللي تابعه فهمت يعني دابا قول لي كيفاش كتحل المشاكل توم بريدر هو ريزيدنت ايفل هو العيان فهمت تولي تحل تولي تحل المشاكل الصغيره صبر واحد الاخ تما مسب مع واحد الاخ غير بانيو حتى جيت حتى الاخر حتى هو صافي عندك ريزنت ايفل هو الليفل الصغير ديال حل المشاكل طوم بريدر اللي تابعو والسيلنت هيل هو الحماق فهمتي هو فهمتي ريزنت ايفل السيلنت هيل كانوا فهمتي كانوا شحال من واحد كان تيتفرج فيا كنت كنلعبو كنت كيلعن فهمتي تقول لي الساط انا جيت البارح لقيتك هنايا فهاد الدرب هذا غادي يجي واليوم جيت لقيتك هنايا باقي حاصل الساط كاينه شي لعيبه مخبعه هنا بزاف ديال الناس ما عندهمش مع هذا الفاكين ملل فهمتي هو ومين لاصات فهمتي لان عندك مشكله فهمتي دابا شحال من واحد كياخذها بديك اللعبه ديال انه كيلعب انا ما كناخذهاش بديك القضيه ديال كلعب لاصات رانا هو داك اللعب راني طايح في مشكله خصني نسلك راسي بزاف الناس ديك اللعبه ديالها حنايا وونت تو هاف فان ار الاكس بوكس صاحبي حنا جايين باش نهربوا من المشاكل ما جايينش نطيحوا في مشكله اخرى هو تقلب بيه الكار في الغابه وحصل معاه الجنون وانا مالك وانا غندوز هذا الموضوع هذا حصلنا حتى حنا في الارهاب المهم كما قلت لك انا عندك مع لي جو راه ورجعوا عاوتاني القضيه ديال علي القضيه دي ما عطاتش كلشي انا ما ضفاكر هذه هي الشخصيه ديالي الطبيعيه اللي واحد النهار كنحلم اني نرجع ليها فهمتي لان حاليا ملي كنشوف الاكس بوكس ما عنديش مع البلاي ستيشن شحال ما ضفاكر تقول البلاي ستيشن صاد داكشي بحال قلتي كل واحد شنو عزيز والادواق لا تناقش كما قلت واحد القضيه المفيد انا يا اخوانا المفيد كما قلت المفيد راه هو اللي تنبارطاجي في ستوريات ديما والمفيد راه كاين اي جاست سام مادر فاكرز ما عادش نقول لك مادر فاكر لان فهمتي شي ناس كما كنقول ديما هاتي تفرج حياته دي دوزا كيتفرج حياته دي دوزا كيكومونتي عليا كيكومونتي على واحد اخر كيكومونتي على الفيديوهات ديال شي مغني كدا تي كومونتي على الفيديوهات مشاليه ديال واحد تيطلع ديما في التوب تريندينغ حتى هو المهم تلقاه كيدوز حياته كيكومونتي خاصنا المعلقين هما منهم فهمتي دوك خوتنا اللي كيمشيو شي الزرايات كيمشيو شي يتفرجوا في كره خاصها المعلقين خاصها التجمهور اي حاجه كاين فيها التجمهور وكاين فيها اللعابه المتجمهرين هما اللي كيخلصوا اللعابه كيتخلصوا فهمتي وهاد المتجمهرين هادو كاينين في الحياه فهمتي دير شويه ديال تيدير هي ها 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 شي كومونتي كدا ما بغيتكش تكون من هاد السيطان اللي دايزين غادي دوز حياتك الصاط غادي تحط فيك الروح نهار تولد وتخرج من الوالده ديالك فهمتي تخرج منها حتى نهار تموت وحتى واحد ما عارف فين غادي تموت وين بلاصه غادي تموت وين التاريخ غادي تموت فهمتي الله هو اللي عارف غادي دوز ديك المرحله كامله ديال حياتك فهمتي انت متفرج فهمتي وغادي كتطلع في النيفو التفرج ملي كنتي صغير كانوا تيعلموك هادي صبوره هادي طوموبيله هادي عماره هادي كدا زدتي كبرتي بقيتي متفرج فهمتي حفظوك واحد السيناريو بقيتي كتعاود نفس الهضره طوموبيله لا دار كي دايره على داك خونا على ديك ختنا هاديك ختنا زوينه هذاك خونا بوكوس هذاك خونا معطاوش هذاك الساط دوزتي حياتك صاحبي كتشي راسك دير شويه هاك احسن لك من ديك هاك فهمتي دير شويه هاك تشاف راسك وخدم على راسك ما تنقولش ليك يقدر تقول لي يقدر هي تسمع هذه الجمله هذه فهمتي تكنزز يقدر تسمعها
عرف الساط راي لسمعت شيء وما عجباتك شراك انت من موتا في الرجل سمح لي انا كان اعتذر لك ولا تلقش معاك نبوس لك راسك رجعت تفرج على الساط سبني شويه في لي كومونتير تمايا وشري من هذا اللايف هذا الا لقيتي فيديو ديالي في اليوتيوب سب شويه في لي كومونتير ضرب ديسلايك وزيد فهمتي هاجه الساط هذه النوعيه ديال الناس كاينه فهمتي ولكن ما باغيش شحال من الفولورز ديالي لاكثريه الفولورز ديالي ما باغيش يكون من هذا النوع هذا فهمتي ما كرهتش تكون كان شي لقطه في انستغرام باش تفيلتري مثلا كون انستغرام قال لي واحد 100,000 تكمل هذه الايام ما حملهاش تكمل بالمناسبه ما كرهتش الانستغرام كون قال لي ندير معاك واحد الصفقه نحيد لك 80,000 ونخلي لك 20,000 ديال البلايرز وان يقول لي نخلي لك غير 5,000 ديال البلايرز نخلي لك 5,000 ديال الناس اللي كتسمع الهضره وكتخدم وعاطيه الشحط نقول لي خذ 100,000 خلي لي 5,000 ما عندي ما فهمتش ما عندي ما ندير ب 100,000 الصاد خاص القاسح لا اخويا ما خاصش القاسح لا والو حتى بزاف ديال الدراري فهمتي ديال الثقافه باش كبرنا داكشي ديال تقول لك وهاد القضيه حتى انا كنت غلطت فيها بالمناسبه فهمتي المينتور ديالي هو اللي بدل ليا علاش نقول خاصك شي شخص سابق في الحياه شي شخص عارف اكثر منك شي شخص فاهم انا من المدافكرز اللي كنت كنقول ديما خاصني القاسح خاصني الهضره قاسحه خاصني اللي يدور فيا خاصني اللي فهمتي شي هضره اللي هاكا عاد نتحرك كنت بحال هاكا فهمتي كنت ديما فهمتي ديك اللعبه ديال خاصني شي 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 مضف شي هضره المهم اللي شوكون عاد نتحرك ويا راه ماشي صحيح هذاك الشيء ديال راه خايسيمو دوي معانا يعطينا القاسح الصات راه ما فايدك لا قاسح لازم غنقول لك شنو اللي فيه حتى انا كنت من كان عندي هذا التفكير هذا ديال خصني المهم خصني شي هضره تكون قاسحه فهمتي شي هضره تكون قاسحه هي اللي تحركني وصات وكنت من هذيك النظريه ديال الا ما نطش مع الصباع بكري غادي نصب راسي غادي ندوي بحال هكا مع راسي انت حمار نقص شويه من السب بيان سور انا كندوي مع راسي خسر من هكا انت حمار كي دار درنا النضو مع الخمسة ما يتجل السبعة والله ينعل تشيي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 
كتعيش بحال هكاك فهمتي. هادي الطريقه اللي تعلمتها انا بالممارسه وخدامه شويه ما خدامش على المدى البعيد. ملي جيت مع المينتور ديالي غير عام هذا ماشي بزاف قال لي كيفاش كتعامل مع راسك الا ما احترمتيش داكشي اللي زكيتي مع راسك. قلت لي كنسب راسي كنسخط على راسي كنكفر على راسي. قال لي الصطاد الهضره دي خاوي هادشي ماشي في صالحك تكفر على راسك تسب راسك تكفر على راسك ما ماشي في صالح. قلت له شنو اللي في صالحي هو نقول له شكرا مزيان الله يرضى عليك مريض ديال السبعه. قال لي لا ماشي غادي تشكرو ماشي غادي تسبو غادي تسولي راسك علاش ما ضنحتش على السبعه اشنو اللي درنا اللي خلانا نضنح على السبعه اشنو ممكن نديرو حسن تنضو مع الخمسه. قال لي كلشي كاين السر ديال هاد الحياه هادي كاين السؤال وداكشي اللي كتوصل ليه تكون بالاسئله اللي كطرح والكاليتي ديال الحياه اللي كتعيش دابا بسبب الاسئله اللي كنتي كطرح في الماضي. ولقيت هضرتو صحيح على حقيتاش كاع هادشي اللي وصلت ليه بسبب الاسئله اللي كنطرح على حقيتاش ما كنطرحش كيفاش نربح 1000 دولار في الاخر الشهر. كنت كنطرحها ملي كنت ساكن في دوار يزيك ما كنطرحش كيفاش نربح 2000 دولار 10000 دولار عشان ما نطرحش هاد الاسئله. هادشي الشيت بعد ما عرفت بزاف ديال الناس اللي دايرين بيا اللي فايتين اللي كيدو في الصام فاكين بيغ نمبرز وليت كنطرح اسئله ديال كيفاش غادي ندير بحال هاد خوتنا هادو كيفاش غادي ندير النص ديال هاد خوتنا هادو كيفاش ملي الا زكيت حاليا مع راسي الخمسة الصباح وما نطال الخمسة ونص بقيت كنتعكز واحد نص ساعه واخا مابقاش كطرا من نهار سكنت هنايا باش نقول لك قدر ملي كنشوف بوكيت شحال هادي مساله ديال الممارسه فهمتي بحال شي واحد تيز 100 كيلو وموالف تيز 120 وجا ما قدرش يهز 100 كيلو ما يمكنش فهمتي داكشي العاده صافي هو مولف. ولكن انا اللي جيت نسير 80 هادي اللي كافها صعوبه 100 راه الروح ديالها تبغي تطلع فهمتي. يعني هو بحال قلت شي نفس القضيه انا موالف نوض مع الخمسه المهم عطوه مثال يعني نفترض جيت نط مع بيت نوض مع الخمسه وبقيت كنتعكس كندير سنوز 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 وما نتتل حتى الخمسه ونص ماش نقول الله ينعم عليك بحال شحال هادي الله ينعم عليك الوالدين ما متفروش شي ما والو فاشل المشكله كدوم مع راسك هكا كتخرمز راسك ماشي كتخرج تتخرج على راسك ما كنتش كنت ندوم مع راسي بالمناسبه بحال هكا
علاش نقول لك الصاد راه تبارطاجي معاكم اخر ما اخر ما كيبارطاجيو معايا الطب ديال المينتورز في العالم شي جوج انا المفيد الصاد راه بغيت المفيد راه نضل نقولو في ستوريات الصاد راه عرفتي شنو كنبارطاجي راه شي تسوي الزبل الفلوس عرفتي شنو كنبارطاجي هو اللي كيتقرى للشركات فهمتي في اخر ما كيتقرى تموتي في عباد الله اشنو خاص يديروا كيفاش خاص يتصرفوا راه المينتورز ديالي راه كيتخلصوا زويت انا مخلصو 60000 دولار في العام بلس واحد البورسونتاج من الارباح ديالي جا مخلص 60000 دولار في العام لا والو لي زيكسبيريونس ديالي اللي كيطراو ليا مع داكشي اللي كيطرا مع تنجي كنبارطاجيه معاك صافي خذ واحد المعلومه اللي ما عرفتش شحال كتساوي خذها وابليكيها في حياتك بزاف ديال البنات تمشي انا مثلا شحال هادي نوض مع الخمسه نرجعوا للميتال الخمسه نوض للخمسه ونصار براسي دابا لا غادي نقول علاش ما نتا سميتو السؤال هو الاول علاش ما نتا الخمسه ونص انا سمعتل دونك غدا خصني نعس بكري صافي حلينا المشكل صافي حلينا المشكله ما وكون سبيت راسي ماشي لقاو المشكله وغادي نبقى عاوتاني الغد لا ديال نوض راسي بزز وراسي يجي ينتقم مني تمشي هادي عيالي في وسط النهار لان خاص تعرف بلي راه صعيب تضرب مع راسك ماشي شحال واحد تقول لك نضغط على راسي وانا ملي كنقول لك ديك الكلمه ديال ضغط على راسك فهمتي كاين كما كنقول هاد اللعيبه المقابل المقابل يعني غادي نضغط على راسي خصني مقابل وما يمكنش انت ما نعسش حتى 3 د الصباح 2 د الصباح تنوض راسك مع الخمسة راه ماشي ينتقم منك راه غادي ينتقم منك شر انتقام ولو ولو عرفتي 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 تيبانو لي تما لي كومونتير الناس الزويونه نقول سميتهم شي يقلبوا عليهم بصح المهم لي كومونتو كاملين الاخرين كاملين المتابعين شكرا بزاف الدراري صحابي و واحد الصوت كتب ليا خويا السيمو خدمتك ندمتيني هاد الصوت هذا بحال داك خونا اللي كيتلاقى مع شي خونا راك في شي حديده مزيانه وكيدير ديك الهضره ديال الصاط شوف هذيك الطوموبيله صاحبي عطيتو يمشي يغسلها مشى تيدور بها الصاط راه غير يو ار فوكين دريمين الاوت فهمتي فهمتي زوين الصاط هادشي ماشي يعنيش اني ما نخدمش عندك الصاط انا جيت نجيبوني الفلوس الصاط انا خدام عند شحال من شركه خدام عند شركه انا في الطيرون خدام عند شركه في ميريكان خدام بالمناسبه عندي الاقامه في مصر وخدام عند شركه مصريه هادي ما عمري قلتها فهمتي وخدام انا عطيني الرزق انا كنتخلص فهمتي ايم ا فاكين ماركتر اول اي دو از ماركتينغ كنبيع بالليل وبالنهار كنحلم بالبيع بالليل وبالنهار تصور ملي كنمشي كنبغي الناس كنحلم فهمتي كنحلم الارقام ماشي الارقام فلوس كنحلم الكونفرشن دابا شحال من واحد قلت الارقام خونا مهووس بالفلوس صات حنا ما كنفكرش في الفلوس الفلوس راه كاينه اللي هي غادي تجينا صحه يعني كندير داكشي اللي كيجيب الفلوس الارقام كندوي لك على الكونفرشن صات عندنا هاد لاباج كتكونفرتي 4% شنو ممكن ندير باش نخليها 10% السؤال علاه كنقول لك السؤال اللي كطرح السؤال اللي كطرح شحال من واحد قلت الارقام لا صات هذا ماشي فلوس الفلوس هادي تجي صحه على حقاش كنديروا داكشي اللي كتجيب الفلوس ما كاينش الفلوس فين غادي تمشي الفلوس صحه غادي تجي لان كنديروا هادشي اللي كنبغيتك توصلوا واحد النهار ملي تكون كدير الصاط داكشي اللي كيجيب الفلوس صحه اش كنديروا كنبيعوا واحد الحاجه اخرى عاوتاني بزاف ديال الناس كيجي وبلا ماشي واحد ما يبقى يقول لك هذاك خونا انت كراشي داك خونا ما كراشي حتى واحد تسمع الهضره اللي تنفعك الله يرضي عليك ما تبقاش تتشاف داكشي جرب فلان على فلان لحقاش انا ما كنديرش داك التبريش داك التبريش كيديروه شي واحد محنسر عنده مشاكل دايز في الداون ديال الحياه ديالو دايز ماشي مرحله انه محنسر وكيديروا التبريش ولا اكثر كيكون السبب ديالو هو التحنسير الخدمه ماشي عيب خصك الصاط تمشي تخدم ولكن ما تمشيش تخدم في شي اداره ما كتعلم منها والو دابا مثلا الا خدمناك في شي مقاطعه قول لي شنو غادي تتعلم تعلمت غاليز غادي يجي عندك بنادم عام داز عامين داز اشنو تعلمتي في هاد العامين هاد اين اكسبيريونس دابا تجي تقول لهم عندي عامين ديال اكسبيريونس في ليغاليزاسيون اشنو كنتي ولا عندي هاد اليد هادي خدمات عامين الصدره ما عندك حتى حاجه
فهمتي ما 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 خاصك تمشيش تقلب على شي خدمه اللي لاكطاريه اللي ما كيبغوش يعلموك في المدرسه في البيع في المبيعات يا كوميرسيال اي حاجه في المبيعات خاصك شي خدمه في المبيعات والخدمه في المبيعات هي اللي فيها الفلوس وهي اللي كتهرب منها هي اللي ما كتحملش ري يا صاحبي نهز التليفون اتصل بالكليان ري يا صاحبي نمشي عند الكليان ري يا صاحبي نمشي صاط تما فين كاينه الفلوس صاط الفلوس لك فهمتي ليومين هذا اللي تنضرب يوميا جايه من البيع كاينش اللي كيعطيك الفلوس دابا انت كتجلس مع راسك كيفاش غادي ندخل لك خاصك تبيع الصاط سمعتي كي دايره سهل الجواب خاصك خاصك تبيع هذيك البيع ما تحملوهاش لان الثقافه ديالنا في المغرب ما كتحملش البيع مثلا غير شي واحد من واحد مثلا انا فكرت انا نبيع شي موضوع سي مولاي بغا يبيع هو بغا يبيع صافي علاش ما كتحملش البيع والبيع هو كلشي هذه اول حاجه خصك تعلم في الحياه اول حاجه خصك تعلم الا بغيتي تافونسي في حياتك وما كاين حتى طريقه اخرى هو تعلم البيع ولا ما تعلمتيش البيع والله لا تفرتي والله لا درتي شي حاجه في حياتك واللوطف ما تفكرش اللي كيبانوا لكم داروا الفلوس اداروها باع لك شي حاجه شوف ديك البيريود فاش سميتو باع لك شي حاجه ديك البيريود بالك دابا هادو السنوات كدوز 1900 وكدا 1980 1980 1990 سير مثلا شدك خونا شدلي ديك البيريود اللي قبل ما بانت لك عنده الفلوس عرف راه دار شي بزنيسه كان تيبيع كاين شي حاجه اخرى كان كيبيع سي بي اي راه هي ذا فاكين ماركتينغ كتبيع ولكن داك البيع ما علموهش لك في المدرسه عرفتي علموك في المدرسه علموك تكتب السي في خاصه وتمشي تحطو تطلب خدمه وتمشي تدفع لي كونكور وتقاتل ما علموكش واحد الخدمه اللي اسمها الفاكين كوميرسيال اللي كانوا كيكرهوك فيها فهمتي عرفتي داك خونا اللي كيدق على بيبان عباد الله وكي تيبقى تيقنعو يشري شي برودوي هذاك خونا خاصو يري بعد على ديك الخدمه ويمشي يخدمها في شي نيفو كبير ماشي يدق على عباد الله ولكن هذاك خونا شي ديك الدقه ديال الباب وديك الهضره وداك الشيء راه كيطور واحد المهاره اللي من بعد تولي كتسوى الزبل الفلوس الا عرف كيفاش يستغلها على حقاش الخطير في هذا الزمن هذا هو تمشي دو مع عباد الله وتقنعو يشري كلشي كيهرب من الخدمه ديال البيع وكلشي كيخاف من الماركتينغ